تبارك وتعالى قل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، هذا أمر إلهي. نعم. والمرأة مطالبة شرعا بغض البصر وهي على ضربين، نظر إلى ما لا يثير ما بداخلها من شهوة، فهذا لا تحرج، لا يحرج عليه فيها ولا تأثم به، لأن المشهور المحفوظ للنبي صلى الله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن المرأة كانت تخرج إلى السوق وهي قطعا ترى الرجال، وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها رأت الحبشة وهم يلعبون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمكنها النبي مكنها النبي صلى الله عليه وسلم من أن ترى، وذكرت أنها رأت سعد بن معاذ أو غاد إلى بني قريظة كما في الحديث الصحيح، وغير ذلك كثير. لكن النظر المحرم النظر إلى الرجال بشهوة، هذا هو الأول. الأمر الثاني النظر الذي يشترك فيه الرجال والنساء، وهو ما يبث مما نسمع في الشاشات أو في ما يعرف بالشبكة العنكبوتية أو غيرها من المحرمات، من لأن الله جل وعلا قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ينبغي على المؤمن أن يذر ظاهر الإثم وباطنه. وسؤالها يدل على أنها امرأة عفيفة تطلب العفاف، ومن أعظم خصال المرأة المؤمنة أن تطلب العفاف، تطلب العفة. معنى تطلب العفة أنها تفر بنفسها، تفر بدينها عن مواطن الفحش. الله امتن على الصديق يوسف بقوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء.